اروح على حاجه تبدو بعيده، لا هي مش تبدو، هي بعيده حبتين. جاستن فيكي لاعب كمال الاجسام الشهير توفي اثناء محاولته لحمل وزن تقيل. شايف الوزن اللي بيتشال ده؟ كان يا نهار ابيض، ده بينزل بيه سكوات، دي حاجه يعني. بص 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 اللي حصل، حتى الكابتن بتاعه فيديو كارثي. طيب في شروط بالمناسبة للسلامة وانت بتلعب اي رياضة، وبالذات الرياضات اللي بتخليك تستخدم اوزان. الموضوع ما هوش سهل، ولا تظن ابدا انه لعبة كمال الاجسام هي لعبة الاوزان المذهلة المخيفة، لانه طبعا اشهر واكبر فائز بمستر اولمبيا في العالم روني كولمان خدها 8 سنين، كان بيبالغ في تمارينه بالاوزان والافراط في استخدام اوزان تقيله جدا. الراجل ده غير يعني كل مفاصل جسمه التحتاني، الركب، الحوض، يعني حاجه مأساة. لو شفت النهارده روني كولمان تتخض يعني. خلونا ناخد معانا على التليفون دكتور مجدي الصباغ، استشاري ومدير طب، مدير الطب الرياضي بالمركز الاولمبي ورئيس اللجنه الطبيه للاتحاد المصري لرفع الاثقال. اهلا بيك يا دكتور. اهلا وسهلا استاذ حضرتك. ازاي صحه وحاجه بالصحه والسلامه دكتور مجدي. ايه اللي حصل مع الراجل ده ومساله اشتراطات السلامه اثناء التمرين، سواء اذا كان في لعبه زي لعبه رفع الاثقال او الباور ليفتنج او البادي بيلدينج؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا لازم نفرق ما بين رفع الاثقال كرياضه، رياضه محترفين او رياضه لها قوانين وضوابط اللي هي المنتخبات القوميه لرفع الاثقال، او رفع الاثقال اللي هي في الدورات الاولمبيه وبطولات العالم. بتبقى دي ليها ضوابط من حيث الاشتراطات الصحيه والمعايير الطبيه، من الكشف الدوري اللي بيتابع انتقاء اللاعب اولا، انه يكون خالي من اي عيوب خلقيه وبيجرى عليه كشف في بدايه ممارسه اللاعب للعبه. نمره 2 الكشف الدوري السنوي اللي بيتم على جميع اللاعبين. نمره 3 التدريب طبقا لاحمال مقننه علميه مقننه، تدريب عالي المستوى اللي هو بنقدر نتحكم اللاعب الثقل اللي بيشيله وانتقاله من ثقل الثاني وطريقه التدريب. ورغم ذلك، رغم كل المحاذير ديت، بيحصل برضو موضوع زي ما حصل في جاستن فيكي. الفيديو اللي حضرتك عرضته اللي طبعا هزنا كلنا انا شفته طبعا، برضو قد يحصل الاغماء، يعني مع كل هذه الضوابط قد يحصل اغماء. واحنا يمكن بفكر حضرتك وفكر السادة المشاهدين بأحدث حالة إغماء لبطلتنا الأولمبية عبير عبد الرحمن أثناء أولمبيات لندن 2012 اللي هزت مصر وهزت قلوبنا كلنا، وأنا كنت موجود ساعتها معاها في لندن في أثناء المباراة. فبعد كل هذه الضوابط برضو الإغماء أثناء رفع الأثقال وارد، لأن بيحصل علميا أن أثناء رفع الثقل الضغط داخل القفص الصدري وبيزيد، فبيحصل بيزيد الضغط على الأورطة داخل شريان الأورطة، فبيحصل المخ عشان يحمي نفسه بيقل سريان أو الفلو بتاع المخ، وبالتالي الأكسجين اللي رايح للمخ. فلو لأن الرفعة الثقل دي علميا بتتم بحاجة اسمها فالزالفا مانوفر، أو اللي هو الإنسان عشان يرفع ثقل أول حاجة بياخد نفس عميق وبيرفع ثقله وهو كاتب النفس، بيبقى فورس اكسبيريشن، يعني بيحبس النفس إنه يخرج. حبسته للنفس اللي يخرج بيحصل فيها تغيرات فيسيولوجية، مش عايز أطول، بتأدي إلى إن بيقل المخ الدم اللي واصل للمخ والأكسجين لثواني، المخ اللاعب المدرب يتحمله، إنما لو طولت الرفعة يحصل السنكوبة الاتاك او الاغماء. الرفعه دي هتطول دايما عند اللاعب غير المحترف او غير المستعد. ما انا لسه هاجي لحضرتك. يبقى احنا بنتكلم على اللي ليه ضوابط، لو حصل حتى خطا زي ما المثل اللي انا ذكرته لحضرتك ممكن تحصل الاغماء. تعالى بقى حضرتك الجانب الاخر اللي احنا بنتكلم فيه اللي هو ممارسه رفع الاثقال
بدون بقى ضوابط، زي أيوه. بقى خد عند حضرتك الجيم اللي هو عايز يعمل فورمة الساحل، خد عند اللي عايز يعمل فورمة يتباهى بيها، اللي عايز يخش مسابقات، وما أكثرها دلوقتي المسابقات اللي بتعتمد على كمال الأجسام والأكاديميات إيه على أعلى كمان مستوى. مستر أولمبيا المثل اللي حضرتك ذكرته، رولي كولمان طبعا بالظبط كده، اللي هو طبعا فجعنا. ده بقى ايه اللي بيحصل فيه حضرتك؟ الجانب الاخر، الجانب الاخر لم لا يكون له ضوابط من حيث استخدام الاسترويد او الهرمون الممنوعه في الرياضه. ودي بيبقى ليها تاثير سلبي قوي جدا على القلب والدوره الدمويه والشرايين. فدي بتعجل بالاخطار او بتزود الاخطار اللي بتحصل، لان مفيش كشف منشطات، بتبقى الدنيا مفتوحه. واحنا بنشوف طبعا الممارسات الخاطئه، يعني انا مش عايز اقول الاجراميه اللي ممكن تؤدي بالحياه للوفاه او تنهي حياه بني ادم، اللي موجوده في الجينات بقى السيجاره. طبعا استخدام عشوائي للهرمونز، ودي في حد ذاتها مصيبه يعني كبيره. يعني اولا خليني اشكرك مبدئيا، ويعني ونتمنى ان احنا برضو لازم نتكلم اكتر في مساله الاستخدام العشوائي للهرمونات ده مره تانية مع دكتور مجدي. دكتور مجدي الصباغ استشاري ومدير الطب الرياضي بالمركز الاولمبي ورئيس اللجنه الطبيه للاتحاد المصري لرفع الاثقال.